الكثير من الأشخاص المعنية ببدء البيع على موقع إيباي ستتوجه إلي تسألني هذا السؤال: هل البيع في موقع إيباي مربح؟ سمعت من بعض الأشخاص أن هذا الموقع فاشل ولا يمكن العمل به لعدة أسباب، وفي هذا الفيديو سأخبركم جميع المعتقدات الخاطئة التي تعرفونها عن موقع إيباي. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. لاحظت بالفترة الأخيرة الكثير من الأشخاص تتحدث عن موقع إيباي بناحية سلبية. هذه الأشخاص تتحدث من دون إثباتات أو دلائل. على الأغلب هذه الأشخاص تتحدث هكذا لأنه ممكن أنهم جربوا المجال لفترة قصيرة ولم ينجحوا، وتعلموا المجال بشكل سطحي وليس بجدية. ممكن أنهم يريدون إحباط الآخرين دخول المجال وإنهم بالفعل ناجحين على الموقع، فهذه الأشخاص ممتازة فقط بالكلام دون أي نتيجة. وأريد أن أرد على هذه الإشاعات التي يتكلمون عنها. وأنا شخصيا أبيع على موقع إيباي أكثر من 6 سنوات. صحيح أنني اليوم أبيع بعدة مواقع عالمية، ولكن بداية عملي بالمجال كان في موقع إيباي، وهو السبب الأساسي لدخول هذا المجال ونجاحي به. الشيء الأول الذي يقولونه هذه الأشخاص أنه الرسوم على موقع إيباي ثمينة جدا، وأن إيباي يأخذ الكثير من المال منا وكأنه يسرقنا. وإجابتي هي: إيباي لا يسرقنا، إيباي لا يأخذ الكثير من الرسوم. تخيل للحظة إحدى أكبر المجمعات التجارية في بلادك يمنحك متجر في المجمع دون مقابل، وبشرط أن تعطيه فقط نسبة من مبيعاتك. هكذا تبدأ في مشروعك حالا دون استثمار المال، على عكس باقي المواقع الأخرى. ففي هذه الحالة هذه الأشخاص مخطئة. الشيء الثاني الذي يقولونه هو أنه يوجد الكثير من المنافسة. أيضا هذا خطأ. صحيح أنه يوجد الكثير من التجار يبيعون على موقع إيباي، ولكن أكثريتهم لم يتعلموا المجال باحترافية. فعليكم التركيز بتعلم المجال بطريقة مهنية وكسب التقنيات والأساليب المتقدمة للتغلب عليهم، وإيجاد المنتجات الملائمة لبيعها من خلال بحث أسواق متقدم وأخرى عوامل مهمة. الشيء الثالث الذي يقولونه هو أنه لا يمكن الاعتماد على موقع إيباي كمصدر رزق رئيسي. وأيضا هذا المعتقد خطأ. أنا شخصيا أعرف عدة أشخاص من بلادي ومن خارج البلاد يعتمدون على موقع إيباي كمصدر رزقهم الرئيسي، وأنا واحد منهم. وشيء الأكثر مثير أنك يمكن نسخ هذا النجاح لمواقع أخرى مثل شوبيفاي، أمازون، إتسي وأخرى مواقع. الإمكانيات في هذا المجال هي لا نهائية. فللتلخيص أريد أن أقول لهذه الأشخاص: كفاكم هراء وكلام فارغ. وإذا أردتم نقدي أو انتقاد كلامي يمكنكم بالتعليقات فعل ذلك، وسأساعدكم لكسر هذه المعتقدات الخاطئة. ولكل الأشخاص المعنية ببدء البيع على موقع إيباي، جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ترشدكم الخطوات الأولى لفعل ذلك. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين في وصف الفيديو، وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. أتمنى لكم النجاح وشكراً.